الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أنا إن شاء الله من خلال الفرصة بتاعتي وإن كانت فرصة قليلة أقدر أعلق على قرار أصدرته الحكومة السعودية وزارة التعليم السعودية ونقلته هنا الصحف السودانية كصحيفة المهجر بتاريخ اليوم 19/04/1437 اللي هو 2 ديسمبر 2015 16 ولا 15. هي طيب، هذا القرار يتكلم عن سحب الكتب من وهي مؤلفات الإخوان المسلمين، سحبها من السعودية. بيقول ذكرت وسائل إعلام سعودية أن وزارة التعليم السعودية أصدرت تعميما على جميع الإدارات التعليمية التابعة لها بسحب نحو 80 كتابا من مكتبات ومراكز مصادر التعليم في المدارس لعدد من المؤلفين مثل سيد قطب وحسن البنا ويوسف القرضاوي، وشدد التعميم على ضرورة تسليم تلك الكتب إلى مكاتب التعليم في موعد أقصاه 2 أسبوع، ومنع إدراج أي محتوى مقروء داخل المكتبات عدا تلك الواردة من الوزارة بحسب وسائل الإعلام. كما تضمن التعميم أسماء الكتب المراد سحبها، من بينها كتاب في العقيدة الإسلامية والوصايا العشرة لحسن البنا، وكتاب الحلال والحرام يوسف القرضاوي، وكتاب شبهات حول الإسلام والمستقبل لهذا الدين، ومعالم في الطريق لسيد قطب. كذلك شمل العديد من المؤلفات من مؤلفات بعلي المودودي ومالك ابن نبي وعبد القادر عودة ومصطفى السباعي وأنور الجندي وحسن الترابي. نقول شكرا للحكومة السعودية. أول حاجة الشكر أجزله للحكومة السعودية ولهذا القرار المبارك. وهكذا ينصر الإسلام. أصل تقدر تنصر الدين، الدين ده بننصر بمحاربة الباطل، تحارب الباطل، لأن هذا الفكر المنشور في هذه الكتب، وأنا هدخل فيه عنه، الفكر المنتشر في هذه الكتب والمسطر فيها هو فكر أخطر على الأمة الإسلامية من البنجو، وأخطر من الخمر، وأخطر من أي معصية أنت شايفها هي دون البدعة، لأن هذا يمثل تحريفاً للشريعة الإسلامية. حظرت مؤلفات سيد قطب لما فيها من الفساد. أولاً سيد قطب هو المنبع الذي خرجت منه الجماعات التكفيرية في العالم الإسلامي المعاصر، هو المنبع بتاع التكفير. الآن فكر داعش وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة والشباب الصومالي وغيرها من الأفكار التي تهدد دين الناس وتهدد أمان الناس وتهدد أرواح الناس إن كانوا مسلمين أو غير مسلمين، من الذميين والمعاهدين والمستأمنين، من حرامي الدم حتى من الكفار، التي تهدد هؤلاء جميعا. الأفكار دي هي نبعت من كتب سيد قطب، نبعت من كتابه معالم في الطريق، وهو من آخر ما كتب سيد قطب لما كتب فيه في الصفحة 98 لحد الصفحة 100 من الكتاب ده، يقول والمجتمع الجاهلي، يعني بين المجتمع الكافر، هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم. قال وبهذا التعريف الموضوعي تدخل في إطار المجتمع الجاهلي جميع المجتمعات الموجودة في الأرض فعلا. يعني عند سيد قطب جميع المجتمعات الموجودة في الأرض، حتى قال في كتاب العدالة الاجتماعية في الصفحة الأخيرة والصفحة قبل الأخيرة، قال وإن كان كثير منهم يردد على المنابر لا إله إلا الله، قال فإنه لا وجود للإسلام ولا وجود لمسلمين. عشان كده اللي الناس اللي بيتباكوا من الفكر بتاع داعش، نقول لهم ببساطة وباختصار شديد، فكر داعش هو من رحم جماعة الإخوان المسلمين ومن صلب كتب سيد قطب. كتاب
العدالة الاجتماعية، كتاب معالم في الطريق، كتاب الظلال، تفسير الظلال لسيد قطب، يقول لقد ارتدت البشرية، ارتدت البشرية ونكصت عن لا إله إلا الله، كل البشرية ارتدت. دعي منه عن سيد قطب. عشان كده نقول شكرا للحكومة السعودية على منعها لمؤلفات هذا الرجل الخبيث، منبع التكفير ومنبع التفجير ومنبع العمليات الإرهابية ومنبع الفساد داخل الأمة الإسلامية، ألا وهو سيد قطب. والشكر كمان للدكتور رسلان لما قال سيد قطب هو ينبوع البدع، تعبير جميل جدا، ده ينبوع بتاع بدعة. أي بدعة؟ بدعة الخوارج قاعدة جوا كتب سيد قطب، بدعة الصوفية، التفسير الضال بتاع الصوفية يفسر به سيد قطب القرآن. سيد قطب ينكر العرش على طريقة الصوفية والمعتزلة، ينكر الميزان، يقول إنه القرآن مخلوق. كل التفسيرات الباطلة موجودة داخل كتب سيد قطب. عشان كده لما الحكومة السعودية منعته بفهم ما ساي، وكده بتحمي الشباب بالجد في البلد ديك. عشان كده نرجو من جميع الحكومات المسلمة أن تحذو حذو السعودية في هذا القرار، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق حكام بلادنا دائما للخير. نحن بندعو لهم ربنا سبحانه وتعالى، وبنسأل ربنا يعينهم على مثل هذه القرارات الطيبة. على كل حال دي كتب سيد قطب. برضو قال كتاب كتب حسن البنا، كتب حسن البنا زي قال المأثورات بتاع حسن البنا، كتاب صغيروني كده. كتاب تاني بتاع حسن البنا اسمه مذكرات الدعوة والداعية، ده الكتاب اللي قرر فيه حسن البنا عقيدته الصوفية، عقيدة صوفية. قال كنا في صفحة 31 كنا نذهب إلى منطقة دمنهور، في المنطقة دي قال نذهب المسافات البعيدة إلى قبر أحمد البدوي، وقال نحضر الحوليات والحضرة النبوية، وكان يغني الأبيات هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. يعني الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم مع الأحباب قد حضر، يعني يجي في الحضرة بتاعتهم وبعد ما يحضر بيعمل شنو؟ قال وسامح الكل، سامح يزول. دي مش عقيدة بتاعت النصارى، ذاتها تجي للقسيس عشان يغفر لك الذنوب بتاعتك. قال وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، دي عقيدة حسن البنا. طيب لسه قال ومؤلفات، مؤلفات أبو الأعلى المودودي. أبو الأعلى المودودي ده عنده كلام من أخطر الكلام، يقول بيعلق على حديث الدجال، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سيظهر الدجال قال كان يظن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أن الدجال سيظهر بعد سنين قليلة أو كلمة نحوه. قال وهذه 1400 سنة مرت ولم يظهر الدجال، فتبين أنه كان واهم. عشان تعرف الترابي لما يجي يقول لك ما في مسيح دجال، ما في أشراط ساعة، ما في عيسى بينزل، ما في يأجوج وماجوج، كل هذه والكلام ده ما جابوا سيد، ده فكر بتاع جماعة الأخوة المسلمين، وده كلام أبو الأعلى المودودي، وده اللي حذروا كتبه برضه. طيب ومالك ابن نبي ده برضه منافع، وعبد القادر عودة ومصطفى السباعي ومن الجندي وحسن الترابي، ده كلهم حذرتهم الحكومة السعودية. وأنا أقول لهم كمان إضافة، يا ريت تصلهم إضافة تحضر معاهم واحد اسمه عبد الحي يوسف، تابع للجماعة دل كلهم، تابع لدل، وده عامل غلبة هنا، وهو في النهاية من أبناء سيد قطب ومن التابعين لفكر سيد قطب، لهذه الأفكار الخبيثة الضالة
نقول للحكومة السعودية برضو تحذر ده، لأنه ده بيمشي بحوم هناك في السعودية، فهمت؟ وعامل فيها سلفي في السعودية، عامل فيها سلفي هناك، ويجي هنا في البلد دي يشكر في سيد قطب ويشكر في المجرمين والناس الضالين والمنحرفين، يشكر فيهم ويمشي هناك يعمل فيها سلفي ويعمل فيها على خير. دول كلهم من جماعة الإخوان المسلمين. عشان كده مش كده بس، السعودية طلعت أسماء بتاعت كتب، شغل دقيق. أي زول بتاع مكتبة عنده الكتب دي قاعد بيبيع فيها ولا بوزع فيها، يجي يسلمها هناك للحكومة. طبعا هناك ما بتقدر تقول لهم لا لا أنا حر والبلد دي فيها ديمقراطية. ديمقراطية بتاع شنو؟ سلم الكتب دي هنا، تجيبها براك تسلمها. هناك في نظام انضباط ما في لعب، تسلم تجيبها بيدك كمان، تخطها لهم قدام وتفوت، تمشي تبيع الكتب بل فيها خير، كتب كعبة ما تبيعها. طبعا هنا عندنا النظام ده اول ما يجي علمان يقرا الكلام ده يقول لك يا اخ معقول يا اخ؟ ليه يا اخي البلد ما فيها حريات؟ ما في يا زول. هو نوعك ده يا هو اللي بيضيع البلد ذاته. حريات بتاع شنو؟ ده النظام الشرعي الاسلامي ذاته. النبي عليه الصلاة والسلام وجد في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة، فهمت؟ صحيفة من التوراة، والصحيفة من التوراة دي ما زي كتب لينين ولا ماركس ولا إنجلس، فهمتني؟ دي صحيفة من التوراة، وإن كان كتاب محرف لكن في النهاية ده كتاب سماوي. لمن وجد في يده قال: متهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. الدين ده واضح. شوف في الإسلام في حاجة اسمها تأخذ من منابع صحيحة وما تأخذ من المنابع الكعبة. يعني شي كعب الدولة بتتولاه بتنهي، والدولة ما بتخلي للشعب. وأي زول ده بيجي بيقرأ وده عامل فيها بيتصفح وده عامل فيها بيتعلم وده بيتثقف لحد ما تضيع، تضيع الأمة. فالشغل ده شغل شرعي وشغل إسلامي. تحرق الكتب دي، تتمزق، الدعوة كلها برا. وهذا نذير لإزالة فكرة الأخوان المسلمين من المملكة هناك. البلد دي بلد بتاع التوحيد، يعني أسست بعد الله سبحانه وتعالى على المنهج اللي دعا له الإمام محمد بن عبد الوهاب، منهج بتاع توحيد. يعني من أساس البلد في المدارس الناس بيدرسون توحيد. شنو يجي يدرسون؟ شغل بتاع صوفية، فهمت؟ والبلدة دي قال مباركة، بلدة مباركة دي وين؟ قال اسمها مبروك ولا اسمها وين؟ سبب إنها مباركة شنو؟ قال لأنه فيها قبة بتاعت الشيخ، تبا لدع غايد. مباركة يعني فيها قبة شيخ يا ناس، كويس؟ في السعودية هناك، ونحن ما بنتكلم عن شغل سياسي، أنا كلامي ده كله ما تتخيل إنه الآن المنبر تحول إلى منبر سياسي، ولا لا لا. أنا بتكلم لك عن ناحية شرعية اتخذتها المملكة، جزاهم الله خير في قرار موفق زي ده، كونها تحارب فساد. فساد يا أخي، الآن أطبق العالم الإسلامي على الشر والفساد اللي عمله الأخوان المسلمون. الآن مصر دي الحصل فيها شنو؟ وين مصر الآن ومصر زمان؟ مصر دي الأخوان المسلمين ما خربوها في سنة واحدة يا أخي. يا أخي مرسي ده ما خربها في سنة واحدة، طلع في الإعلام عادل كده، وده الناس اللي بيكوركوا من زمان دايرين الدين ودايرين نجيب شريعة إسلامية، في الإعلام قال لهم ما عندنا أي عداء مع اليهود والنصارى، ما عندنا أي عداء معهم، كويس؟ والخلاف قال خلاف ديناميكي. أنا ما بعرف ديناميكي دي كيف، خلاف قال ديناميكي يعني ما في عداء بيناتنا، كويس؟ جاء في تطبيق الحدود الشرعية كقطع يد السارق وجلد الزاني وغيره، قال ما في الإسلام دي ذاته. ده مرسل راجنه يجيب شريعة إسلامية. الحدود بين مصر وبين إسرائيل باع على إسرائيل. الشيعة احتفلوا أول ما مرسي مسك الحكومة المصرية
احتفلوا الشيعة وبدقوا في نوباتهم والحسينيات والرقيص بتاعهم جوا مصر. زمان كان زمن مبارك داك ما بيقدروا يعملوا ودي، محتفلين ومبسوطين. شيعة فتحوا لهم، فهمتني؟ إسرائيل فتحوا ليك، يهود ما عندنا عداء معهم، حدود شرعية. ده الدين؟ دي الشريعة الإسلامية؟ أفسد الأخوان المسلمون في العالم الإسلامي فساد ما بعده فساد. عشان كده حق لكل مسلم إنه يركل الأخوان المسلمين، يركل أي مسلم، لأنه ده يا أخي لا جابوا دين لا راعوا لدنيا. الأخوان المسلمون سبب الفساد في الدنيا، سبب الفساد بين الإسلام. عشان كده القرار ده أنا عجبني جدا، كونه يحضر كتاب العدالة الاجتماعية. يا أخي كتاب يسفي عثمان بن عفان، لا بارك الله في سيد قطب ولا في أي زول بيدافع عنه، يسفي عثمان بن عفان. والله الأخوان المسلمين على وجه الأرض كلها ما يسوى النعال اللي بيلبسه عثمان بن عفان، والله ما يسوى نعاله. يقول عثمان بن عفان أدركته الخلافة وهو شيخ كبير، ومن ورائه مروان بن الحكم يصرف الأمور بكثير من الانحراف عن الإسلام. يقول عهد عثمان بن عفان كان فجوة بين عهد الشيخين، بين عهد عمر وبين عهد علي رضي الله عنهم. يقول كلام زي ده في عثمان بن عفان. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء؟ ده عثمان بن عفان. علي بن أبي طالب لما سألوه عنه قالوا له: ماذا تقول في عثمان؟ قال: كيف تسألوني عن رجل يدعى في الملأ الأعلى في السماء فوق يدعى بذي النورين، في السماء اسمه ذو النورين، الملائكة تستحي منه يجي ينبذوا رمة زي سيد قطب ورمة زي الأخوان المسلمين، ينبذوا في عثمان بن عفان؟ عشان كده والله حق لكل مسلم أن يركل الأخوان المسلمين ويركل سيد قطب، ما عندهم قيمة. ناس عادوا أطهر الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان كما روية، قال بعد ما زوج اثنين من بناته، زوجهم رقية رقية، وبعدها زوجهم كلثوم، بعد ذلك قال: يا عثمان لو كانت عندنا ثالثة لزوج. زوج الأولى توفت، الثانية توفت، قال له: لو عندي ثالثة كان بديك ليها. اثنين من بناته زوج له، واحد من التابعين يسمى المهلب ابن أبي صفرة، قال: ما علمت أن رجلا أسدل ستارا على ابنتي نبي إلا عثمان بن عفان. مين الله خلق الدنيا؟ قال: ما عرفت زول يتزوج لي بنت النبي غير عثمان بن عفان، بنت النبي. النبي زوج اثنين من بناته، يجي ينبذوا سيد قطب ويسيئوا وينتقصوا في كتاب العدالة الاجتماعية، كله نبذ وإساءة لعثمان بن عفان. ده اللي بيقبلوا منه. يجي يسيء لخالد بن الوليد، خالد بن الوليد في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خالد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. يجي ينبذ سيد قطب يقول: خالد قتل مالك بن نويرة ليتزوج، قال زوجته ليلى الجميلة التي فتنت خالدا. ليلى زوجة قال مالك بن نويرة فتنت خالد، خلته يقتل مالك بن نويرة عشان يعرس مرته، كذاب وفاجر. خالد بن الوليد لو لم يكن له من المناقب إلا معركة اليرموك في وقت آخر عهد أبو بكر الصديق، قطع صحراء الناس بيقطعوها في قريب شهر. خالد بن الوليد قطع الصحراء وبيطلع فوق الجبال بجيش أكثر من 9000 من المقاتلين، 5 يوم جارين في الصحراء، لا بيقيفوا لا بينوموا لا ليل لا نهار، 5 يوم لحد ما وصلوا الروم وهزموا جيش للروم بتكون من 240,000 240,000، والصحابة أكانوا عبارة عن 27,000 فقط كان بقيادة خالد بن الوليد. ده سيف من سيوف الله، ربنا سلّوا على المشركين، على الروم وعلى الفجر وعلى غيرهم. الآن يجي يسيئوا وينبذوا وينتقصوا هذا المجرم الآثم الخبيث المدعو سيد قطب. عشان كده والله الشكر، كل الشكر لحكومة السعودية في قرار ده، كونها تقول في الأخوان المسلمين كلام زي ده، تتكلم عنهم كلام زي ده، حق لها والله، حق لها. ولا يزول انه يشكر هذه الحكومة على هذا الكلام، كويس؟ عشان كده يا شباب انا في المنبر ده، اصلا الموضوع ما كان عن الجريدة دي، ما كان عنا، لكن لما وجدت هذا الاعلان وهذا
الكلام في الجريدة والله أنا أعجبني جدا، أعجبني جدا. وكذلك يوسف القرضاوي، والقرضاوي ده طبعا كان قائد للثورة، كان قائد للثورة بتاعت مصر، والمشاكل اللي حصلت في مصر كان قائد من القوات بتاعنا هذا الآثم القرضاوي. فشكرا للسعودية وقفت ده كله، شكرا لهم جزيلا. ونحن نتمنى انه اللي حصل للاخوان المسلمين ده يبقى ده سبب نهايه لهم، لانه اذا انتهوا في السعوديه ثاني ان شاء الله ما عندهم حاجه باذن الله تبارك وتعالى. عموما انا افتح الفرصه لو كان في نقاش، ما ادري الكهرباء قطعت ولا فصلوه ولا الحاصل شنو. اي طيب نفتح الفرصه للمناقشات ان كان في مناقش، ما عندنا مشكلة. احنا شفتها اي زول دار يجي يقول القرار بتاع السعودية ده قرار غلط، ما عندنا مشكلة نناقشه، لانه في النهاية احنا ما ايدناه عشان هي فقط السعودية ابدا، وان كان تلك البلاد هي البلد الحرام وفيها مكة وفيها المدينة وفيها الحرم وفيها المشاعر وفيها وفيها، لكن هذا القرار في حد ذاته هو قرار صائب في حد ذاته. واي زول لو بيعتبر انه كتب الاخوان المسلمين دي اللي حصلت الان في السعوديه ككتب حسن البنا وكتب سيد قطب اللي تكلمنا عنها واللي ما تكلمنا عنها، اذا في زول بيرى انه القرار ده ما سليم والكتب دي كتب نافعه ومفيده، يعني الكتب بحمد الله موجوده عندنا، يجي يورينا الكتب دي مفيده ليه وهو بدافع عنها ليه. وكلامنا ده انا ما ادري يا انصار السنه لا ينشر في الكلام بتاعنا ده، والجماعه جو فرفروا هنا يوم الاثنين ولا الاثنين، هو جابوا لهم واحد هنا وقال بيجي بيتكلم مع طلاب الداخليه وبيتفاهم معهم كويس. نحن دار نعرف رايهم شنو، لانه انا اعلم تماما ان انصار السنه مغرمون بالاخوان المسلمين ومعجبين بهم جدا. ولما تكلمنا ذات مرة هنا شيخ مزمل طلع كتاب في عبد الحي يوسف وتكلم عنه وانتقده في الأفكار بتاعته اللي بيدين بها ربنا واللي كتبها في الكتب بتاعته، لما تكلم عن عبد الحي يوسف كويس أول ناس استحضروا كوركو وزعلوا أنصار السنة، أول ناس زعلوا كويس. ما أدري في قروش بتجيهم الموضوع بالضبط شنو. على اي حال نحن المطلوب عندنا نعرف راي انصار السنه في الموضوع ده، راي شنو بالقرار بتاع السعوديه ده، وراي بقيه الافكار الضاله والمنحرفه اللي بيجوا هنا بطالبونا يقول لنا انتوا وانتوا تابعين للسعوديه وانتوا بتدافعوا عنا. نعم نحن ندافع عنا، بندافع عنا عديل. رايك شنو؟ انت بتنتقصهم ليه؟ السبب شنو؟ ما لهم عمل شنو؟ ورينا عقيدتهم خربانه، دي عقيده نحن بندين بها ربنا. هم بيتبنوا كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بيتبنوا كتب شيخ الاسلام ابن تيميه، كتب ابن القيم، كتب العلماء، هؤلاء ما معصومين، لا الشيخ محمد عبد الوهاب ولا ابن تيميه ولا ابن القيم ما معصومين، لكن كتبهم كتب الاسلام ومراجع المسلمين وكتب التوحيد وكتب السنه وكتب العقيده الصحيحه اللي نحن بنعتقدها وبندين بها ربنا، وقادرين ندافع عن كتب هؤلاء جميعا، قادرين ندافع عن كتب محمد بن عبد الوهاب وهو إمام عندنا وعلم ومن أعظم أئمة المسلمين في هذا العصر، وهو حامل لواء التوحيد ومحاربة الشرك والعقائد الصوفية الخربانة، نتبناه تماما وبندعو إلى ما يدعو إليه ونعتقد ما يعتقده، ولا نعتقد أنه معصوما أنه معصوم، ما بنعتقد كده، لكن في النهاية هو عبارة عن عالم جليل نشر علم وبث في الناس توحيد وعقيدة نحن بنتبناها وبنؤمن بها ونعتقدها وندافع عنها، لأنها في النهاية مبنية على أدلة من الكتاب والسنة. يعني في شنو مشكلة؟ وين صوفيا سيجي يقول لك الوهابية في الجريدة دي قاعدة، وأنا جايك للموضوع ده، يجي يقول لك الوهابية شيخ مستر هنفر يهودي
ده مطلعينه بيان كده وطلع واحد فاسق زمان ولا كافر وكتاب بتاع مستر هنفر اللي بيقولوا فيه انه محمد عبد الوهاب تعلم من مستر هنفر. هذا الكتاب كتبته الشيعة وكتاب لا عنده رقم إيداع ولا عنده مؤلف معروف, بس كتاب كتبه فكه في العالم الإسلامي يتلقفه الصوفية لأنه أصلا حاقدين وزعلانين من الشيخ عبد الوهاب لأنه في النهاية بيمثل داعية بتاع توحيد كويس. الصوفية يتبنوا الكتاب ده, والآن التصوف اليوم اللي علينا الليلة دي عندهم مؤتمر هناك في أمريكا قالوا دعاهم أوباما, وأوباما اختار من الصوفية مجموعة من الصوفية السودانيين كالفاتح ولد البرعي ومين الكباشي وواحد تاني اسمه الليزاري وواحد ثالث مين الإدريسي. الآن دل هناك في أمريكا قالوا في مؤتمر لمعرفة قال الإسلام الوسطي ولدعم الإسلام الوسطي, وأوباما قال دايروا في مباحثات. مباحثات بتاع شنو يا صوفية؟ انتوا من زمان بتكوركوا عندكم نقطة واحدة جايتم بيها انه محمد عبد الوهاب مع مستر هنفر اليهودي. اها اوباما ده شنو؟ هل اسلم اوباما؟ اوباما اسلم وشهد بدرا؟ اوباما كيف السلام قاعدين معه هناك؟ بعد شوية بجيك الزور بحلقوم داك بكورك محمد المنتصر اللي زيرك, بعد شوية بيجي بكورك وأولياء الله والصالحين. طيب انتوا كنتوا مع صالح من الصالحين هناك ولا اوباما ده شنو؟ في سؤال يا اخواننا, كون الصوفيه يرضوا باوباما دي معروفه, يعني كونهم يرضوا باوباما ويقعدوا معاه ويمشوا يعملوا معاه مباحثات دي ما معروفه, يعني هم ما عندهم مشكله, وعندهم مشكله مع منو؟ اذا كان واحد من شيوخهم من شيوخ الصوفيه فهمت كلامي؟ قال اسمه محمد الحضري في طبقات الشعراني المجلد الثاني الصفحة 350 في الطبقات الكبرى للشعراني لواقح الأنوار, قال في طبقات الأخيار ده, قال جاءهم يوم الجمعة قال لا اخطب لنا خطبة الجمعة, قال فطلع المنبر طلع فوق فحمد الله وأثنى عليه ومجده وقال أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. إذا كان ده شيخ بتاع صوفية ورضيانين بيد الشيخ, طيب أوباما أحسن من ده؟ أوباما خير من ده بتاع الختمية. قال أنا الجليس على العرش المحيط كما حط بالغيب تفصيلا وإجمالا. كويس. إذا كان الصوفية بيرضوا بزي ده شيخ اليوم من الطبيعي يرضوا بأوباما, ما عندهم مشكلة مع أوباما لأن أوباما ما وصل المرحلة دي لسه. أنا الشيء اللي بعرفه في الكفر مرحلة زي دي ما وصلت. ده قال أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري, أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي, أنا العاشق المعشوق في كل مضمر, أنا السامع المسموع في كل نعمتي, أنا الواحد الفرد الكبير بذاته, أنا الواصف الموصوف شيخ طريقتي. إذا كان ده شيخ بتاع صوفية, إذا كان ده شيخ بتاع صوفية وصوفية رضيانين بزول زي ده فهمتني؟ إذا رضيانين بزول زي ده شيخ لهم من الطبيعي جدا يرضوا بأوباما, من الطبيعي لأنه فيما أعلم أوباما ما هو وصل المرحلة بتاعت الزول ده لسه. إذا كان ده شيخ الصوفية زي ما كلمك محمد نورين قبل شوية قال لك في شيخ بتاع الصوفية اسمه أحمد تيم البشير قال الله ملك الكون 33 سنة ما نقص منه جناح بعوضه. إذا كان خرافات زي ده عقيدتهم طبيعي جدا يقبلوا بأوباما. لكن يبقى السؤال المهم, كيف أوباما بيقبل بالصوفية؟ ليه؟ الإجابة لأن الدين الصوفي لا يتأثر أو لا يؤثر على دين النصارى. الدين الصوفي ما بأثر على النصارى, يعني الليلة لو جاء صوفي دار يناقش النصراني, صوفي دار يناقش النصراني في دينه حيقول له شنو يعني؟ حيقول له شنو يعني؟ هيقول له لا يجوز أن تدعو عيسى ابن مريم من دون الله. ما النصراني بيعتقد في عيسى ابن مريم عليه السلام الألوهية وده كفر, والصوفي بيعتقد في البرعي. يعني الصوفي لو جاء قال للنصراني ما تعتقد الألوهية في عيسى ابن مريم
انه بينفعك وبضرك وبدخلك الجنة بعدين وكده ما تعتقد فيه. النصراني بيقول للصوفي انت ما تعتقد في البرعي كده مش درانا معه يا هزاته، ما هو نفس العقيدة يعني. ده بيعتقد الألوهية في عيسى ابن مريم عليه السلام، وده بيعتقد الألوهية في برع وصائم ديما وغيره. وإن كان الاثنين كفر، العقيدتين ديل كفر، لكن الكفر بعضه دون بعض، في كفر أسوأ من الثاني. يعني ليه لما نجي زول يعتقد إنه عيسى ابن مريم عليه السلام صالح ويغلو في عيسى ابن مريم ويعتقد فيه ما لا يجوز، نقول له ابتدان كونك تعتقد إنه عيسى ابن مريم من الأنبياء ومن المكرمين ومن الصالحين ومن عباد الله تبارك وتعالى، دي ما فيها مشكلة. لكن كونك تزيد عليها وتعبد وتقدس ده شرك وكفر بالله. لكن الصوفي من الأول بيعتقد الصلاح في زول ما صالح، فهمت المشكلة وين؟ ما صالح. يعني عيسى ابن مريم عليه السلام عبد الله ونبي كريم وكان على الرسالة وعلى النبوة اللي ربنا رسله به، لكن تعرف المشكلة وين؟ إنه الصوفية يعتقد الصلاح في زول من أفجر ومن أخبث خلق الله. قول لك ده صالح وده ولي وده أبونا الشيخ إلى آخره. على أي حال بعد ما الكهرباء جاد نحن نفتح الفرصة للحوار والنقاش، فرصة مفتوحة.